في المحاضرة اللي فاتت كنا يعني اتطرقنا سريعا أو بشكل سريع في ختام المحاضرة عن الصورة السالبة. اتكلمنا بسهاب كبير في الراك سايد أند ماجنتيود، صح الكلام ده؟ وفهمنا عيوب السايد أند ماجنتيود، قلنا إن في ثلاث عيوب رئيسية في السايد أند ماجنتيود. أول حاجة وجود صورتين بالصفر اللي هو بوزيتيف زيرو اند نيجاتيف زيرو، وده طبعا شيء مش مقبول رياضيا. استخدمنا كانت الساين اللي هي كانت الموست سيجنفكت بت، وعليه قللنا كميه الارقام اللي يمكن تمثيلها، يعني احنا لو عندنا 8 ديجيت نمثل فيها ارقام 8 ديجيت ممكن نمثل 256 رقم لو من الصفر ل 255. فاما استقطعنا الخانه اللي هي اقصى خانه جهه اليسار اللي احنا سميناها الموست سيجنفكت بت، قللنا عدد الارقام اللي تقدر تمثيلها الى 127. فطبعا ديت جزء يعني ايه اثر سلبا على عدد الارقام اللي يمكن ايه تمثيلها. واخد بالك؟ كمان قلنا ان الكومبلكستي في الهاردوير ديزاين هتبقى اصعب شويه. ليه؟ لان احنا مطالبين نعمل دايره منفصله للطرح، دايره منفصله للجمع، ودايره للايه؟ لعدد المقارنه بين الايه؟ التو اوبرانس. فطبعا دي فيها كومبلكستي كبيره في الهاردوير. اتفضل، في حاجه ثانيه؟ تمام. وخدنا صور متعدده لما يبقى الـ V اكبر من الـ Q، مش كده؟ فاكرين يا جماعه؟ اما الاشاره بتاعت الاثنين متشابهه، الاشارات مختلفه في الجمع وفي الايه؟ في اي ازمه في الحته دي يا شباب؟ طيب، يبقى اذا هناك لابد ان يكون ما زال المهندس في حاله عصف ذهني. يبقى الساين ماجنتيود ما بيعاندش، ما بيرفضش الانتقادات، بيستقبل الانتقادات خاصه ان هي انتقادات ايجابيه ونقد فناء، وبدا يشتغل عليه. خلاص هيأس، بدا يفكر اعمل ايه طيب عشان احل المشاكل اللي ظهرت في الساين ماجنتيود. فبدأ يفكر في اسلوب جديد اسمه الـ 1's complement. كلمة complement هي اللوجيك معناها الصورة السالبة، لكن هو خدها منين complement دي اللي هي النيجاتيف؟ النيجاتيف دي جاية منين دي؟ زي ما قلت لك في المحاضرة أو في السيشن السابق، قلت لك إن عندنا أيام الفوتوغرافي القديم خالص، صور الأبيض والأسود، كان دايماً السينستيك بليت اللي هو الفيلم اللي بيسابر عليه الصورة كانت بتعكس الالوان، يعني بتعكس الجامد يبقى ابيض والفاتح يبقى اسود، اللي هي عمليه النيجاتيف معايا، اللي هي حتى ايام زمان كنا بنتكلم عن الفيلم ده كنا بنقول النيجاتيف اللي هو ايه بسبب الصوره وعكس اللون بتاعها. فنظرا ان احنا شغالين 1's complement 2's complement 2's binary digits، فانا عندي رقمين فقط لا غير، والزيرو. يبقى اذا ما الصوره النيجاتيف اذا كان زيرو يبقى 1، اذا كان 1 يبقى زيرو، هو ده اللي قدامه متاح، لان لا انا ما عنديش صور اخرى. معايا يا شباب؟ هو كانه ابيض وايه؟ واسود، معايا؟ فلو الكومبلمنت زيرو هقول ايه يا جماعه؟ هنا الكومبلمنت الزيرو هو الوان، وفي المقابل الكومبلمنت للوان هو الزيرو. طبعا ده صوره بدا يفكر كده، قال لك خلاص انا هعمل كده. فبقى اصبح اي رقم اتفقنا فيما او هو اتفقنا فيما بيننا كمهندسين ان الصوره التحويليه اللي احنا خدناها انسايد نمبر هي الصوره الموجبه للرقم. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني مثلا رقم زي مثلا قول اي رقم. فالزميل قال كام؟ 79؟ قال كام؟ 29. فطبعا احنا اتعلمنا طريقتين، طريقه الاسم المطوله على كام؟ على 2، او طريقه استخدام الايه؟ الويت بوزيشن، كل الويت. فطبعا احنا عارفين ان هنا اللي دي فيه كام يا جماعه؟ 0 ها؟ 0 طبعا بنبدا من جهه اليسار، فبنشوف الرقم 29. طبعا هنا
2 × 7 = 128 معناها ان دي بصفر، دي 64 معناها ان دي بست. طبعا 29 ما زلنا برضو 2 × 5 = 32 ودي معناها برضو ان هي بكام؟ بصفر. ابتدائي من 16 ابدا اكون. اما اخد هنا 16 اللي هي جزء من ال 29 يبقى فاضل لنا كام؟ 13. فاضل لنا كام؟ 13. يبقى ممكن ناخد ال 8 وال 4 والواحد بينما الاثنين ايه؟ مش هتبقى معانا. يبقى اتفقنا مع بعض، دي الطريقه اللي احنا استعملناها في بدايه المحاضرات بتاعتنا لتحويل من الديسيمال الى البيناري، وقلنا ان خلاص بنعتبر ان الصوره دي هي صوره البوزيتيف نمبر للرقم 29، وكاننا رجعنا للمنتاليتي بتاعتنا القديمه اللي هي اغفال الاشاره دلاله على ان الرقم ايه يا جماعه؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ وعليه اذا رغبت استخدام الـ1's كومبلمنت اللي انا احول الرقم ده الى صورته السالبه، فانا هستبدل الرقم بالكومبلمنت بتاعه او هستلم كل ديجيت بالكومبلمنت بتاعه. فزي ما اتفقنا هنا ان الزيرو كومبلمنت بتاعها 1 وال1 كومبلمنت بتاعها كام؟ زيرو. يبقى اذا الناقص 9 عشان يبقى هنا كام يا جماعه؟ 0 1 0 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
بس كان الملاحظه اللي انا هشرط لك ليها ان حينما تغلق في ايجاد القيمه ردها الى صورتها الايه يا جماعه الموجب. يعني لا ينبغي على حضرتك اطلاقا تطبيق المعادله المكانيه على هذه الصور. يبقى طالما الرقم صورته السالبه يبقى عشان تسترد قيمته او تعرف قيمته كام لا ينبغي تطبيق المعادله المكانيه عليها لانها هتديك قيمه ايه؟ خاطئه. هتديك قيمه ايه؟ خاطئه. طيب اعمل ايه؟ انا عايز اعرف الرقم. مش انت عرفت ان هو رقم سالب؟ او انا قلت لك كده ان هو رقم سالب يبقى تردوا لايه؟ للموجب. قيمته لايه؟ الموجبه اللي هتقدر تستخدم فيها المعادله المكانيه. وما يسمى تحط ضمن القيمه دي ايه؟ اشاره ايه؟ السالب. اشاره ايه يا جماعه؟ السالب. واضحه ولا عيد فيها؟ واضحه. الرجاله ترد عليا. واضحه يا رجاله؟ واضحه. تمام جدا. طيب يا دكتورنا ايه الميزه في ان انا استعمل الصوره دي عن الصوره اللي فاتت اللي هي السنه اللي موجوده؟ هنبدا نبص الاول. كانت عندنا ازمه مع السنه اللي موجوده حقيقيه في الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن يعني ايه يا دكتور؟ يعني ازاي احول الكلام ده الى هاردوير. قلنا احنا محتاجين كام دايره؟ كام دايره يا شباب؟ ثلاثه. واحده للايه؟ للجمع. واحده للايه؟ للجمع. واحده للتقطيع. فقال لك لا يا سيدي، مش احنا عندنا قاعدة بتقول مثلا لو انا عايز اجمع 34 مثلا ناقص 16 مثلا، مش هي هي ان هي هحول عملية الطرح الى عملية ايه يا جماعة؟ جمع. مع شرط استبدال الاوبرن ده بالصورة السالبة اللي رقم كام يا جماعة؟ 16. صح كلامي يا حبيبي ولا لا؟ صح. يبقى كل اللي انا هعمله دايرة جمع فقط. دايرة ايه؟ جمع فقط. فأصبح حاجتي لوجود دايرة للطرح مش ايه؟ موجود. مش موجودة، بس بشرط ايه؟ بشرط ان انا اوفر جزء من دايرة الجمع. الجمع دي تستطيع ان هي تحول لي الصورة الموجبة إلى صورة الايه يا جماعة؟ السالبة. فده طبعا قلل ايه يا جماعة؟ قلل في الهاردوير. تاني حاجة في الالجوريزم اللي حطه في عملية الجمع والطرح ما كانش مبني على المقارنة، ما كانش مبني على الايه؟ المقارنة. على المقارنة. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك المؤشر بتاعي هو الكلي او ما يعرف بيه الان كلي. بالاند كلي، يعني ايه؟ يعني في حالة ان انا جمعت او طرحت، جمعت او طرحت في عملية الطرح هنا السبتراكشن هنا جمعت رقم موجب على صورته السالبة اللي هي نجمت منين؟ من عملية الطرح الأصلية. من عملية الطرح هي يا جماعة؟ الأصلية اللي أنا حولتها لصورة إيه؟ جمع. الهدف إن أنا أعمل دايرة إيه؟ واحدة اللي هي دايرة الإيه؟ الجمع. فلو أنا بجمع مش محتاج أعدي. بجمع رقمين مش كده؟ لو أنا بطرح يبقى أحولها لإيه يا جماعة؟ واستبدال الصورة الموجبة للرقم بصورته الإيه؟ السالبة. طيب هنا عشان أعرف إذا كان الرقم أكبر من أو أصغر من هعرف الكلام ده منين؟ اعرف الكلام ده من الكاتب. اعرف الكلام ده من الايه؟ الكاتب.
فلو كان الناتج بتاعي يعني لو سمينا ان ده ام وسمينا ان ده وليكن ان وايه اللي انا بعمله دلوقتي انا بجري عمليه طرح ام ناقص ام صح الكلام يا بجي اللي هو بجمع او بطرح المتغير الاوبرند ام من الاوبرند ان تمام فبيقول لي لو كان ام اكبر من او يساوي ان هيظهر عندي ما يعرف بالاند كام بالاند كام لو كان الام اكبر من الان ايه الاند كام اللي هو المحمول من اخر 2 ديجيت في الرقمين بتوعي يعني لو كنتم متخيلين مثلا مجازا كده رقمين اهم وده اخر ديجيت فيه كان بالشكل ده ايا كان الوضع ده كان شكله ازاي طب الناس شباب فلو جمعنا الرقمين ده هما مع بعض طبعا اما بنجمع ده على ده لو المفروض ان في كاري ده ما بيسموش اند كاري ده ما بيسموش ايه يا جماعه لكن الكاري الناتج من اخر ايه يا جماعه من اخر خانه موجوده في الرقم بتاع البوست سكريبت كانت لو ظهر هنا كاري ده اسمه ايه يا جماعه الاند كاري ده اسمه ايه يا جماعه الاند كاري ففي حاله ظهور الاند كاري ده دلاله على ان ام اكبر من الايه يا جماعه الان ودي دلاله ان الناتج اللي هيظهر هنا ناتج موجب ناتج ايه يا جماعه موجب لكن هو عنده مشكله اما عمل الاسلوب ده قال لك وما عايز رغم ان هو ناتج موجب الا انه مش صوره صحيحه ليه لان بيحتاج الى تعديل بجمع مين بجمع على الايه على الناتج نضرب مثال نضمن المثال بيتضح بيه الايه يا جماعه المره فهنحاول نجري العمليه دي اللي هي 34 34 معناها ان انا عندي طبعا هنا 8 ديجيت فهيبقى عندنا 2 اس 7 مش هتبقى معانا هيبقى بكام يا حبايبي 0 2 اس 6 برضه مش هتبقى معانا هتبقى برضه 0 بينما 2 اس 32 معانا رقم 16 مش هيبقى معانا احنا فاضل لنا كام 2 يبقى اذا 8 وال4 والاثنين هتبقى معانا والواحد هتبقى بكام؟ بصفر. انتوا عارفين الكلام ده بقى ضربنا عليه اكتر من مره، صح كده؟ يبقى اذا دي الصوره الموجبه للرقم كام يا حبايبي؟ 34. قلنا ان الصوره السالبه للرقم 16 لابد ان انا اجيب الاول الصوره الايه؟ الموجبه. الموجبه، الرقم 16 طبعا واضح جدا هيكون 1 0 0 0 0 0 0 0 اللي هي ليه واحد هنا عشان دي 2 اس كام يا جماعه؟ 4 2 اس 4 بكام؟ 16 مش محتاج حاجه ثانيه يبقى كل الويتس اللي بعد كده هيبقى بكام؟ اصفار طبعا ده الرقم 16 اذا الصوره السالبه للرقم 16 هتبقى كام؟ هنقول بس ما تنساش ان انا حولت عمليه ايه يا جماعه؟ الى عمليه جمع يبقى هنا زائد ها ناقص 16 فاهمين قصدي يا شباب؟ زائد ناقص كام؟ 16 يبقى اذا هنا هحط موجب مش هحط ايه يا جماعه؟ سالب لان انا استبدلت عمليه الطرح بعمليه ايجاب جمع وصلت انا ابتدي مفهومه طبعا وعليه هنا مش هحط الصوره دي لرقم كام؟ 16 لكن هحط الايه؟ الصوره السالبه لها اللي هي باستخدام ايه يا جماعه؟ 1 كومبلمنت اللي هتملها لي كده يلا 1 1 1 ها؟ 1 هنا بقى صفر ها؟ واحد 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 يبقى دي الصوره يا شباب لمين؟ 16 16 حد عنده اي ازمه؟ تمام المفترض ان ام اكبر من ايه يا شباب؟ يبقى انا عندي توقع ان هو في ايه يا جماعه؟ هنجمع بقى عادي ده صفر مع زائد واحد زائد انا ما قلتش فوق واحد لان دي يا جماعه عمليه يا جماعه حسابيه وليس عمليه ايه؟ منطقيه صفر زائد واحد بكام؟ واحد واحد زائد واحد زيرو معانا الواحد واحد زائد واحد زيرو مع الواحد ها زيرو زيرو مع الواحد واحد 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 صفر 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 ومع الواحد صفر ومع الواحد صفر صفر مع الواحد معانا ايه؟ اندكاري معانا ايه يا شباب؟ اندكاري فبحط هنا الاندكاري وده دلاله على ان الاجابه بتاعتي ماشيه بالاتجاه الصحيح في حال اذا ظهر ان الاندكاري بيساوي صفر دي دلاله على انني مثلت الرقم بطريقه خاطئه
جمعت الطريقه الخاطئه عليك اللي انت تشيك الانسر بتاعك علشان تعدل. في اي اشكاليه يا شباب؟ عظيم. لو احنا بصينا للرقم ده 17 لسه ما عدلتش حاجه عشان بس تعرف التعديل او الالجوريزم بتاعه ماشي ازاي. لو بصينا للرقم ده هنلاقي كاس 16 و1 كام؟ 17. لكن عمليه الطرح هنا المفروض بتبقى بكام يا حبايبي؟ 18. هزود ال1 هي 4 ناقص 6 ب 8 و2 ناقص 1 بكام؟ 1. طبعا الرقم ده كام؟ 17. الرقم ده بكام يا جماعه؟ 17. هل الناتج ده صحيح؟ لا. هو ذات نفسه قال كده. قال ايه في الالجوريزم بتاعه؟ ظهور الانتكالي لابد ان يخش في مرحله تاليه في تصحيح الايه؟ الناتج اللي ظهر من الخطوه الايه؟ الاولى. يبقى اذا الناتج الصحيح بتاعي هرجع تاني عن عمليه ايه تاني يا جماعه؟ جمع مين؟ الانتكالي على مين يا شباب؟ على الناتج اللي ظهر في الخطوه الايه يا جماعه؟ الاولى. على الناتج اللي ظهر في الخطوه الايه يا جماعه؟ الاولى. طبعا يجوز ليك ان انت تحط هنا اصفر. ولكن احنا فاهمين بقى ان احنا بنمثل 8 بت يبقى المفروض طالما بمثل 8 بت يبقى ده ايه؟ اصفر اهو عشان انا متفق معاك على الامر. خلاص؟ هنا الواحد زائد واحد زيرو معانا الواحد يبقى هنا بكام يا جماعه؟ واحد صفر صفر. ها؟ واحد صفر صفر صفر. اللي هو رقم كام ده يا شباب؟ 18. كام؟ 18. 18. وكده تبقى الاجابه صح. الناس ما اعترضتش. قال طب ادينا المثال الاخر. ماذا لو؟ ماذا لو ايه يا شباب؟ ماذا لو كان ان اقل من ان ام؟ صح الكلام؟ هنا هيبقى هيقول لي طالما ان الام اكبر من ان هيديني ايه يا جماعه؟ يبقى الام لو اقل من ان هيديني ان كان يساوي كام؟ صفر. طب والتعديل؟ قال لك مفيش تعديل. بس خد بالك الناتج اللي طلع هو الصوره السالبه لمين؟ للناتج الحقيقي. وعليه بقى لو عايز تعرف القيمه رجعها لايه؟ للصوره الموجبه. طب هل المجهول بالصوره السالبه محتاج يعرف الصوره السالبه او يحتاج يعدل ويراجع بالقيمه؟ اقول لك لا، هو عارف ان دي الصوره السالبه للرقم الفلاني. لكن انت علشان تعمل تيست انت رغبتك الداخليه اللي انت عايز تتحقق من ناتجك يبقى انت محتاج تعرف القيمه هل هي قيمه حقيقيه للناتج ولا لا، فمحتاج انت اللي تعمل الايه؟ الصوره. لكن الماجر والسوستم مش ايه؟ مش بيعمل هذا الاجراء. فاهمين قصدي يا شباب؟ ليه؟ لان هو عنده تصور للرقم السالب وتصور للرقم الايه؟ الموجب. عارف ده وعارف ايه؟ ده. فاهمين قصدي يا شباب؟ زي ما الخبره برضه بعد كده هتخليك تقدر تعرف الارقام بسرعه بدون حاجه للتسجيل الايه؟ وقت او بروسيسنج كتير في دماغك، تلاقي نفسك خلاص بدات تفهم. يعني لو قلنا 1 بكام؟ 14 ب 15 عشان بكام؟ ما احتاجش يعمل بروسيسنج كتير. ليه؟ لان خلاص بدا يعتاد الامر. فاهمين قصدي يا شباب؟ حصل. طب تعالى نعكس الرقم ده. يعني ده لما نطرح 16 من 34 هنطرح مين يا جماعه؟ 34 من كام؟ من 16. هنطرح كام؟ 34 من 16. يبقى اذا هيبقى هنا 16 ناقص 34 16 ناقص 34 اللي هي هنحول عملية الطرح إلى عملية جمع ونعمل جمع 16 زائد كام يا حبايبي؟ ناقص 34. المفروض إن ده هيطلع بكام يا حبايبي؟ وناقص كام يا حبايبي؟ 18. مفترض كده. ناقص كام؟ 18. وعليه؟ هاخد الصورة الموجبة على طول الرقم كام يا حبايبي؟ 16. هي موجودة عندي هنا. مش كده؟ هيبقى عندي هنا 0 0 0 1 0 0 0 0 اللي هو الرقم ده كام يا حبايبي؟ 16 موجب. وهجمعه على الصورة السالبة للرقم كام؟ 34. الرقم 34 دي الصورة الموجبة ولا السالبة؟ الموجبة. يبقى الصورة السالبة بتاعتها تبقى كام؟ 1 0 1 1 يبقى 1 0 1 1 هنا يبقى كام؟ 0 1 0 0 يبقى كام؟ 1 0 1 1 1 0 صح كده؟ 1 1 أنا كده مثلت مين يا شباب؟ 16 زائد 34 هي اللي هي الثانية. وطبعا هنا حطينا اشاره ايه يا جماعه؟ واستبدلنا عمليه الطرح بعمليه ايه يا شباب؟ جمع. خلاص يا شباب؟ نجمع كده مع بعض. ها 1
صفر. يبقى ايه اللي يحصل يا استاذنا الفاضل؟ مش هعمل حاجه، خلاص عمليه الجمع بالنسبه للماجر والرصاص، عمليه الطرح بالنسبه للماجر والرصاص تمت بنجاح، وهو عارف ان الرقم ده ايه؟ سالب. الرقم ده ايه؟ سالب. وعارف الصوره مجدد، فهو عارف الناتج سالب كام، مش كده؟ طب انا عايز اعرف، عايز اتاكد ان انا ايه؟ صح. ينفع اطبق المعادله المكانيه على الناتج؟ لازم احوله لايه؟ مع مراعاه ان انا هحط هنا ايه يا جماعه؟ سالب. انت اللي عايز تعمل كده، فلازم هتحط بنفسك ايه؟ طالما ان الاند كاري، طالما ان الاند كاري بزيرو يبقى الناتج ايه؟ سالب. يبقى مغمض كده عامل ايه؟ الشرط ايه؟ سالب. لكام؟ سالب كام؟ انا محتاج اراجع الكلمه ايه يا جماعه؟ لا عشان اضل الكلمه مرجعها بالشكل الايه؟ الموجب اللي هو ايه بقى؟ 0 1 ها؟ ها؟ يلا قول 0 0 1 0 0 صح يا حبايبي؟ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ده كام؟ 16 دي كام؟ 18 يبقى ده سالب كام؟ 18 تعالى نشوف الايجابيات ونرفع الهمم ونقول له برافو يا باشمهندس بدات تتغلب على الاتي ونبدا برضه ننتقد بس دايما اما تيجي تتعود كجبر خواطر اما يعجبك شيء وتنكر شيء ابدا باللي بيعجبك الاول. يعني اقول له والله يعني برافو عليك انت عملت وعملت وعملت وعملت. وبعد ما ينتشي كده ويهدى ويطمئن اللي انت عادل في كلامك تقول له لكن هناك ايه؟ بعض الاخطاء كذا وكذا وكذا وكذا. تعال نشوف الايجابيات اولا. اول حاجه الامبلمنتيشن كهاردوير اسهل. ليه؟ اولا ما جبناش سيره المقارنه، جبنا سيره المقارنه؟ لا. قلنا لازم نقارن بي وكي جبنا سيرتها؟ لا. يبقى اذا دايره المقارنه او الكومباراتور انا عايزها في الامبلمنتيشن ولا مش عايزها؟ مش عايزها. عايز مع الرجاله؟ مش عايزها. مش عايزها. طيب انا عملت دايره للجامع وعملت دايره للطرف ولا هي دايره واحده؟ دايره واحده يا عم. دايره واحده بس هضيف كلمه عشان اكون واضح. بس انت بتطورها او بتعدلها انا هعرفك ازاي تعمل كده. بحيث ان تمرر الرقم الموجب اذا كنت عايزه موجب او تمرر السالب لو كنت عايزه سالب. فاهمين قصدي يا شباب؟ بمنتهى البساطه كده. لا بس سيبها للوقت الديزاين بقى بعد المنتهى. خلاص يا شباب هبدا في الديزاين دلوقتي نظبط شويه على بعض. وصل يا رجاله؟ وصل. يبقى اذا ايه؟ هيبقى دايره ايه؟ واحد. هي دايره الايه؟ جمع وطرح في ذات الايه؟ الامر. جمع وطرح في ذات الايه يا جماعه؟ يبقى انا عملت كام دايره؟ دايره واحده. عوضها عن كام؟ ثلاثه. طب ده كويس ولا وحش؟ كويس. كويس. دي ميزه جديده. تعالى. تاني حاجه من ضمن مميزات ال 1's كومبلمنت او المهندس اللي ابتكر ال 1's كومبلمنت. طيب احنا استغلينا كان خصصناه للصيد ولا اللي دخل الرقم كله في الموضوع؟ الرقم كله. دخل الرقم كله في الموضوع يعني ممكن اوصل الرقم بتاعي عدد اكبر من الارقام زي هستعمل الثمان ديجيت يبقى ممكن بقى امثل من صفر لكام؟ 255 وامثل من كام؟ للاسف بقى من ناقص صفر ناقص 255 اللي ناقص 255 ناقص صفر تعالى نبص انا بقى ننتقد اهو يبقى كان في كام ميزه؟ اثنين ليه دلوقتي؟ رقم واحد ايه يا شباب؟ قللنا الكومبلكسيتي في الهاردوير ديزاين. متفقين ولا مش مقتنعين؟ متفقين. لا ما اسمعش يا رجاله. متفقين. متفقين ولا مش متفقين صح؟ طب قللنا ايه؟ الكومباراتور وايه كمان يا جماعه؟ ودايره الطرح ودايره الجمع بقى اصبحت ايه؟ دايره بتعمل ايه؟ تجمع وتجمع في ان ايه؟ واحد. صح الكلام؟ يبقى كام دايره؟ واحد. يبقى احنا قللنا الكومبلكسيتي الخاصه بدايره الديزاين. في اي اعتراض من حضرتك؟ لا. تاني حاجه هل انا حجزت خانه للموست سيجنفيكانت بنت؟ لا. لا. اصبح امكانيه تمثيل عدد من الارقام في الماكسيمم ولا لا؟ لان ممكن بمثل من صفر لكام؟ 255 كله صفار وكله وحايد اللي هي 255 صح الكلام؟ يبقى رجعت للاصل الاستفاده من كل الثمان خانات فاهمين يا شباب اللي هي كانت عيب فين؟ في الساين هاند ميجنتشور طب المقابل ايه بقى؟ تعالى نبدا نشوف السلبيات. اول سلبيه واضحه انت هتقول لي دلوقتي الرقم ده
المفترض ان هو كام؟ صفر. في خلاف؟ مفيش خلاف. طب الرقم ده انت ده كومبلمنت بس كومبلمنت خد بالك في فرق ما بين ان انا بطبق الكومبلمنت على الصفر عشان ما حدش يقول لي ده ما دي الصوره اللي هي 255 اللي كنت بتتكلم عنها السجال اللي ضرب ما بيني وما بين الباشمهندس معايا اقول لك انت بتجري عمليه انت اللي بتجريها فاهمين قصدي اللي ايه بالرقم ده اصبح دي صوره ايه كومبلمنت الصوره السالبه لمين الصفر يبقى انا عملت هنا كومبلمنت لو عملت كومبلمنت للرقم ده بقى بصفر لو عملت كومبلمنت للرقم ده بقى بسالب صفر بقى اصبح عندي مشكله ولا ما عنديش مشكله؟ ما عنديش مشكله ليه يا جماعه؟ صفر ظهور صورتين بالصفر ليه يا جماعه؟ النيجاتيف زيرو والبوستيف زيرو طبعا دي مشكله ازمه ازمه ولا مش ازمه؟ ازمه هقول لك انا حاولت وقدرت ان انا اتغلب برضه عن ازمات ثانيه احنا هنفرضه فين؟ في الطريق، احنا فين يا جماعه؟ في الطريق، بس ده يديك قناعه ليه؟ واحد ان مش دي الصوره النهائيه اللي استعملناها في الديزاين لدوائر الجمع والطرح داخل المجموعه. وصل يا شباب؟ لكنها كانت محاوله على الايه؟ على الطريق، فاصبح برضه المشكله كان عندنا ازمه ازاي نصور الصوره السالبه للارقام، بدانا بالسنه اللي بالمتود انتقدنا بعض النقاط الضعف فيها، بدانا بالصوره الوايز كومبلمنت بدا يظهر في نقاط ضعف هنشتغل عليها فين؟ في اللي بعدها هنشتغل عليها فين يا جماعه؟ في اللي بعدها. لكن ما زال برضه نقاط الضعف لم تكتمل. ايه يا دكتور ما ايه الفاضل؟ ما حاجه جميله اهي. هنا عمليه الجمع في المرحله دي في الحاله دي تمت على كم مرحله؟ مرحلتين. طب مش ده طيب بروسيسنج اعلى؟ يعني اكيد خليت البروسيسنج بتاعي يعني سرعته تقل شويه ليه؟ ان عمليه الجمع المفروض تتم في كم مرحله؟ مرحله زي الحاله دي مثلا هي عمليه الجمع تمت او عمليه الطرح اللي تمت على كم مرحله؟ مرحله واحده اوعى تقول لي احنا رجعناها لتوس كومبلمنت قلت لك مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الماكرو ولا انت؟ انت بس اللي عايز تتوصل لكن الماكرو عارف ان دي ايه؟ الصوره السالبه للرقم كام؟ 18 فما عملش اجراء ثاني هي اجراء ايه؟ وحيد لكن هنا عمل اجراءين ولا ما عملش اجراءين؟ مرغم ولا اختيارا؟ مرغم مرغم ولا اختار يا رجاله؟ مرغم يبقى انا ضاعفت الزمن اللي انا بستغرقه في اتمام عمليه الضعف، صح الكلام؟ ايوه في الحاله الاولى طبعا يعني. طب ده عيب ولا ميزه؟ عيب الناس تدفع عيب ولا ميزه؟ عيب يبقى انا لازم اشتغل عليه. فاهمين قصدي؟ شفت بقى النقد البناء اللي بيعرفك المفروض تشتغل على ايه في الدائره بتاعتك عشان تبقى ايه؟ افضل فما تزعلش. ان هو بيدور على ايه؟ على الافضل معايا ولا مش معايا؟ يبقى في كام عيب يا شباب؟ اثنين. ها؟ اثنين لازم نشتغل عليهم في الصوره اللي جايه قبل ما نيجي نتكلم عنها تمام؟ في حد عنده اي استفسار في الكلام ده؟ عظيم طيب ايه المطلوب بقى يا دكتور؟ ما زلنا في حيره من امرنا عايزين نعمل ديزاين بقى نهائي الناس انتظرت مننا يا جماعه انتاج عايزين نطلع انتاجنا فبدأنا نفكر تاني بس بنشتغل دلوقتي على ايه؟ مشكلتين، مشكلة ايه يا جماعة؟ الصفر الصورة بتاعت الصفر الصورتين الصفر اللي هو ماينس وبلس والصورة التانية ان الحالات اللي أنا عايز أعملها على كام حالة؟ على مرة واحدة. في أي إشكالية؟ فبدأ واحد يقول لك الله هنعمل حاجة اسمها 2's كومبلمنت التوز كومبلمنت. التوز كومبلمنت جايه من كلمه اثنين يعني ايه؟ يعني الوينز كومبلمنت لو جمعت على الواحد ده واحد بقى كام؟ واحد زائد واحد بقى بصفر؟ اثنين. واحد زائد واحد بقى بصفر ده امتى ده؟ اثنين. بكام؟ اثنين. قال لك بمنتهى البساطه ده اللي حصل. بمنتهى البساطه ده اللي حصل. قال لك مش المرحله ده الراجل ده فكر ازاي؟ قال لك مش انت عندك ازمه في المرحله دي؟ اتفضل يا حبيبي. طب الازمه كانت بتبدا من ايه؟ من احتياجك سياجة الداخلي ليه؟ لجمع الواحد على الناتج ده تصحيح صح كمان ولا غلط؟ صح عليا صح طب فهمني من الاول ان انا اجمع الواحد ده على مين يا شباب؟ على الواحد كومبلمنت واطلع فورم معينه ثانيه اسمها ايه؟ بحيث اما يظهر عندي كلمه اتجاهله
والنتيجه هيبقى ايه؟ صحيح. ليه؟ لان من الاول انا عارف ان هيبقى فيه ايه؟ يعني ازمتك الاولى في ايه هنا؟ رد عليا. في وجود كريم. الجامع اعتمد على كم مرحله؟ مرحلتين. ايه اللي انت عايز توصل له؟ مرحله واحده. طيب المرحله الواحده دي بدا يفكر فيها. هو بيعمل صح؟ فقال لك طب بدل اما اجمع الواحد اللي هو مين ده؟ على الناتج الاول اللي ظهر في الخطوه الاولى عشان اوصل للنتج الصحيح هعمل ايه؟ هاخد الانت كان بادئ من زي بدايه واحطه فين؟ على الصوره الايه؟ السالبه اللي اسمها ايه؟ واحولها لكلمه اسمها ايه؟ طيب ماذا لو ظهر الانت كان اللي انت بتقول عليه ده؟ المره دي انا خدته من الاساس في الاول يبقى انا هعمل له فين هنا؟ اجنو. اما اعمل له يا جماعه؟ اجنو ولا اكن في اي حاجه. ليه؟ لان الناتج صحيح وتم عمليه الجمع في ايه؟ انطلق ايه؟ خطوه واحده. وصلت ولا لسه؟ وصلت؟ طيب ماذا لو كان الانت كارب زيرو؟ ما هو الصوره انت مش معترض عليه. فاهم قصدي يا شباب؟ هي الصوره انت كان عندك اعتراض عليها في الوزن وبالمان؟ اتفضل يا رجاله. لا انا عايز حوار ابوي يعني اعتبر ان حواري هو ليك انت. انت مين فينا؟ انت. انت ده يبقى انت ايه؟ كل من فين؟ في القاعه. رد على حبايبي. كان عندكم اعتراض على دي؟ لا. اي حد من المتخصصين قال ان الحته دي فيها مشكله؟ لا. خلاص ابقى على حل ده وحسن من الاداء ايه؟ صح الكلام؟ تعال نشوف مثالين اكبر منه واصغر منه ونشوف. هنا نفس القدر اللي قالها هنا لو كان ام اكبر من ايه اللي هيحصل؟ عندي توقع. هو التوقع اللي فيه ايه يا جماعه؟ عامل فيه ايه ده؟ ليه؟ لان حطيته فين؟ في الصوره السالبه. ده دي ايه يا جماعه؟ نسيت. طيب ازاي اجيب التوس كومبلمنت؟ قلت لك ان حل. طب مين فاهم ازاي اجيب التوس كومبلمنت؟ ممكن تطلع الرقم الاساسي ده. نعم؟ الرقم الاساسي اللي هو 39 مثلا نخليه 35. انا ما قلتش كده خالص. اجيب الصوره السالبه معاها. اجيب الصوره السالبه باستخدام الايه؟ الوانز كومبلمنت ثم اجمع. اجمع ده اللي انا قلته. معايا؟ قلت ايه يا جماعه؟ اجيب الايه؟ الصوره السالبه للرقم الايه؟ اللي عندي ده. ثم اجمع عليها ايه؟ واحد. ان التوس كومبلمنت ما هو الا الوانز كومبلمنت بلس وان اللي هي الخطوه دي اللي انا قلت لك انا هجمع بادي زي بدء على مين؟ على الوانز كومبلمنت من الرقم السالب هجمع عليه ايه؟ المفترض الاند كان اللي كان هيطلع هنا مش كده؟ وعملنا ما يعرف الايه؟ التوس كومبلمنت. معايا يا باشمهندس؟ معايا؟ معايا؟ تمام عظيم جدا. طب هنعملها كده بس هقول لك بطريقه برضه ايه؟ اسرع بس انا هوريك الصوره. طبعا لو احنا عايزين نمثل الرقم 16 بس بالمره دي بالتوس كومبلمنت الوانز كومبلمنت بتاع 16 كان كام يا مليني كده من هناك من الشمال لليمين؟ كام؟ 3 وحيد؟ صفر صفر صفر. دي كانت كام يا جماعه؟ سالب 16 عبر عنها بايه يا جماعه؟ انا عايز اجيب الصوره ايه يا جماعه؟ السالبه بالتوس كومبلمنت الرقم كام؟ 16. يبقى قلنا عباره عن ايه؟ واحد. بس ما تنساش القاعده بقى اما نجمع واحد هيبقى شكلها ازاي؟ واحد واحد صفر مع الواحد واحد واحد صفر مع الواحد صفر واحد 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 صح كلام صح. هي دي الصوره السالبه باستخدام التوس كومبلمنت. تمام. في حد مش فاهم الطريقه دي يا شباب؟ طب هل هي دي اللي احنا بننفذها؟ لو نفذتها مش خطا. لكن في خبرات بتثقل المواهب. طب ناظر يا شباب في خبرات. قال لي في طريقه ثانيه اسهل من ان انا اجيب الوانز واجمع عليها كام؟ واحد. لكن هي دي الستارت. هي دي اول فكره طلعت على مين؟ على دماغ المهندس وهو دي المنبت بتاع الفكره. فاهمين قصدي يا شباب؟ ده منبت الفكره. طيب انا عايز طريقه تسعفني. انا في الامتحان ما نبقاش ايه؟ عايزين نعظم الاسفاف من الوقت. طب اعمل ايه؟ تعال نبص للصوره الموجبه. دي الصوره الموجبه رقم كام يا حبايبي؟ 13. قال لك keep the leading zero as it is. يعني ايه keep the leading zero as it is يا دكتور؟ قال لك لما تيجي تجيب الصوره السالبه للرقم
ابقي على وضعيه الاصفار الاولانيه اللي ناحيه الايه يا جماعه اليمين على وضع مش فيها حاجه. طب لو مفيش اصفار يا دكتور خلاص يبقى القاعده دي مش هتنفذها. طب لو في اصفار هنزل الاصفار على ايه يا جماعه وضع بالاضافه لاول واحد بعد الاصفار برضو ابقي على وضع ابقي على ايه يا جماعه على وضع في مشكله كده. يبقى هبقي على الامر على وضعه ايه ان ظهر وكان في تمثيل الرقم الموجب. تمثيل الرقم ايه يا جماعه اللي انا عايز صوته الايه السالبه باستخدام ايه توز كومبلمنت. هتردوا معايا استخدام ايه توز كومبلمنت. هعمل ايه هبقي على مجموعه الاصفار الليدنج. الليدنج يعني ايه المتصدره للرقم. لو مش موجوده مفيش عندي اي ايه هذا وايه كمان واول واحد يلي هذا الايه الاصفار اصله. وبعدين اعمل ايه الباقي من الرقم هات له الوانز كومبلمنت. تعالوا كده نطبق كده. يبقى هنا عندنا كام يا جماعه؟ اربع اصفار. اربع اصفار وايه؟ واحد. واحد. ادي الاربع اصفار وادي الواحد. ايه الباقي من عندي هنا؟ ثلاث اصفار. صفر صفر صفر. عامل له ايه؟ وانس كومبلمنت. بقى هي كام؟ ثلاث محلات. وصلت ولا لسه؟ وصلت يا رجاله؟ طب افرض يا دكتور ما فيش اصفار في البدايه. يبقى هبقى على مين؟ اول واحد. اول واحد. واعمل ايه في الباقي؟ اجيب الوانز. اجيب الوانز كومبلمنت الباقي. اتفضل. تعالى نجري العمليه بتاعتنا اللي هي وليكن 34 ناقص 16 بس المره دي ايه يا جماعه؟ التوز كومبلمنت. التوز كومبلمنت اللي هي هتبقى 34 زائد وحولنا عمليه الطرح لعمليه ايه يا جماعه؟ جمع. وهنحط الصوره السالبه باستخدام التوز كومبلمنت الرقم كام يا حبايبي؟ 16 اللي هو هيبقى هنا بكام يا جماعه؟ 18 صح كده؟ الرقم 34 احنا لسه محولينه. لو لطفا مع حضرتك تملليني 0 0 1 0 0 0 1 0 ده رقم كام ده يا حبايبي؟ 34. ده الرقم كام يا شباب؟ 16. قال ايه؟ قلنا 16 ولا ايه؟ كام كام؟ 16. هنجيب التوز كومبلمنت هيبقى كام يا رجاله؟ 0 0 0 0 ها كده انا عملت ايه؟ كي ذا ليدنج بيرز زيروز اند فيرست 1 اللي هو بعد مين؟ بعد الزيرو از ات از كما ايه؟ غير حاجه. اعمل ايه بقى فيما تبقي؟ اجيب الوانز كومبلمنت هيبقى هاته هنا كام يا شباب؟ واحد. 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 تعال نجمع مع بعض. يبقى كده حولت عمليه الطرح العمليه دي يا جماعه؟ جمع. وهنجمع عندي خالص. يلا نجمع. ها؟ صفر. اتفضل عليها يا حبايبي. متنبئين بيه بس النهارده بعمل ايه؟ اجنور. اقوم جاي كده عامل ايه؟ كده عامل كده اهو اجنور. ايه؟ ذا ان كات. اجنور ذا ان كات. المساله خلصت في كام خطوه؟ خطوه واحده. طب النادي ده صح ولا غلط الاول؟ في حقيقه مش عارف يكون غلط. اجنور 7 بكام؟ 16 زائد 2 13. يبقى مزادك صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. تم الاجراء في كام؟ في خطوه واحده. في خطوه واحده. عندك يا ريس. ماشي يا سيدي، ايه المشكله عندك؟ ايه الازمه اللي عندك؟ قال لي انا عندي ازمتين مش ازمه واحده. عندي كم ازمه في التوز كومبلمنت؟ في الوانز كومبلمنت؟ اثنين. اول ازمه؟ صفرتين لصفر. ما جبت لي السالب. اول ازمه اللي قبلها كانت ايه؟ اثنان عمليه الجمع في حاله ظهور اند تاني على كم مرحله؟ مرحلتين. وانا دي ازمه ولا مش ازمه؟ ألز. طب حليناها هنا؟ حليناها. تفضل ايه؟ ايوه ايوه. طب تعالى نشوف الازمه الثانيه. هو انت كنت قلت لي الصوره السالبه للرقم بتيجي ازاي؟ في ذا ليدنج زيروز اسد في الساعه كلام؟ طيب اما نجيب التوز كومبلمنت الشوانز بقى باستخدام الرول الاولانيه دي. استخدام ايه يا جماعه؟ الرول الاولانيه دي كنا بنجيب الايه؟ الوانز كومبلمنت مين؟ استخدام كلها ايه؟ هاي. هاي.
واجمع لها ايه؟ واعمل ايه في الاندي كان لو وجد؟ تجاد تجاد هيبقى النادي كده كام؟ معايا؟ ها فاهمين يا رجاله؟ فاهمين يبقى انا عندي كام صوره للصفر؟ واحده واحده بس. وعملت المرحله دي على كم مره؟ مرحله واحده مرتين؟ مره واحده بس. طب ما تطمني على الصوره الثانيه دي. هخلي لي صوره ثانيه للنجم وهجيب لك صوره ثانيه. طمني على المرحله دي ان هنا تبقى صح. اقول لك تعالى نشوف. هناكس وضعيتين الاثنين دول مع بعض. بدل ما بطرح 16 من 34 هطرح 34 مين؟ 16 مش كده؟ يبقى هنا اهو 16 ناقص 34 يبقى هنا واضح ان الام اقل من الام واضح كده ان الرولز دي لازم انت قلت ان هي صح فانا عايز ابقى عليها على وضعها ما اغيرش فيها حاجه ساعه كلام انا غلطان يا رجاله وعليه هنا هتحول عمليه الطرح زي ما انت بتقول الى عمليه جمع مع استبدال الرقم ناقص 34 موجب 34 بالصوره السالبه اللي هي كام يا حبايبي؟ ناقص 34 اللي هي هتبقى هنا الناتج بتاعها بكام حبايبي؟ بالظبط. سالبه في اي اشكاليه؟ يبقى اذا ما عندناش كلام مع 16 هتنزل زي ما هي 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 صح كلام؟ دي الصوره المجابه لمين يا جماعه؟ 16 هحول عمليه الطرح الى عمليه جمع مع استبدال الصوره الموجبه بالصوره اللي هي يا جماعه؟ السالبه الرقم ده كان سالب كام ده؟ ده كان موجب كام يا جماعه؟ 34 هنكيب زيرو زيرو از ات اس يبقى هنا هيبقى كام؟ صفر والواحد هنعمل فيه ايه؟ زي ما هو يبقى هنا هيبقى صفر وواحد هعمل ايه في التبقي؟ هيبقى هنا كام؟ واحد ان ما يكونش فيه ايه يا جماعه؟ كلمه تنبأ ان ما يكونش فيه ايه كلمه يبقى هنا هنعمل ايه يا شباب؟ حطينا الصوره السالبه حطينا هنا يا جماعه الصوره السالبه سالب 34 الصوره الموجبه 34 هنبقى الصفر والواحد كما هو في اي ازمه اللي هو الصفر والواحد ثم استبدلت باقي الامور اللي هو ده بايه؟ بالواتس كوبلمنت بتاعه يبقى التلات اصفار دول هيبقوا هنا كام؟ واحد 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 الواحد هنا هيبقى كام هنا؟ هيبقى هنا زيرو والصفرين دول هيبقوا هنا كام؟ واحد واحد يبقى احنا كده قسمنا الرقم الموجب كما هو على وضعه في الانسايند نمبر واستبدلنا الرقم الايه يا جماعه؟ السالب بصورته بالصوره الموجبه بعدها ايه؟ وضعها في الصوره السالبه استخدام ايه يا جماعه؟ هنا انا متنبأ بقاعده، كنت في الحاله انت لازم يبقى عندك التنبؤ ده ان الاند كانت كام يا جماعه؟ كلام ذلك معك ايه؟ خطا ما لابد من تصحيحه. تعال نجمع مع بعض صفر ها واحد ها واحد ها واحد صفر زيرو معانا واحد ها واحد 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 ماذا عن الاند كريم؟ صفر يبقى دي لها دلاله عند الايه؟ عند المايكروبروسيسور وعند حضرتك الدلاله اللي عند المايكروبروسيسور ايه؟ ان هذا النادي اللي هو الانديكيتور بتاعه صفر هو الصوره السالبه للرقم الصوره السالبه للايه؟ للرقم وهذا يعني ان الام اقل من مين يا حبيبي؟ من الام في اي اشكاليه؟ لو طبقت ده مع الناتج اللي احنا عملناه اللي هو كان الصوره السالبه اللي هو هتلاقي 0 1 1 1 0 1 1 1 عايزين نعرف طريقه ثانيه كلام اللي انا ارده للموجب وارجع ثاني ارده اجيب مجموعه هنا في قاعده بتقول اي رقم في الصوره تسلم بالليمت
بجيبها بان انا اخد الكوفيشنت ده اهو. فاكرين الكوفيشنت ده كان اسمه ايه؟ جي ان ناقص 1. فاكرين يا شباب مضروب في كام؟ مضروب في الرادكس بتاعي اللي هو مين؟ الاثنين بس ان كام؟ ناقص 1. ده حطه بالصوره السالبه بتاعه ايا كان. لو بصفر هيبقى بصفر، لو بواحد هيبقى بهيدل بايه؟ بواحد. مضروب في كام؟ 2 اس 7 اللي هو كام؟ ب 128. فاهمين قصدي يا شباب؟ هيبقى بناقص كام؟ 128. ده لو كان بايه؟ 1. لو كان بصفر هيبقى بايه؟ بصفر. فاهم ايه يا شباب؟ وهجمع عليها السمشنز بتاع الكوفيشنت بتاعتي. طبعا هنا هيبقى 2 اللي هي من اول اي بيساوي صفر. اكيد 2 ان ناقص 2. ليه ناقص 2 يا دكتور؟ لان هنا ناقص 1 اللي خلاه ايه؟ معانا. فاهمين قصدي يا شباب؟ ايه القاعده دي تطبق ازاي يا دكتور؟ دي القاعده الموجوده كنت بتفهمها معايا. تطبق ازاي؟ ايه ان ناقص 1؟ سوري ان ناقص 1. ايه ان ناقص 1 الكونفيشنت بتاعها اللي هو 1 ده. فاهمين قصدي يا شباب؟ تمام. تعالى كليا هيدي 1. مضروب في كام يا دكتور؟ بس ما تنساش ان هو بالايه يا شباب؟ ها؟ بالسالب. مضروب في 2 اس 7. ليه 7 يا دكتور؟ لان عندي كام ديجيت؟ 8. 8 والاثنين مرفوعه الاس كام؟ 2 ناقص 1. يبقى 8 ناقص 1 كام؟ ب 7. دول بتعملوا لي كام يا رجاله؟ رد عليها يا حبايبي. ناقص كام؟ 128 زائد وافتح قوس كبير كده اللي هو مين يا جماعه؟ قوس كبير ده بتاع مين؟ رد عليها يا حبايبي. بتاع السمشن من اول اي بيساوي كام؟ صفر. صفر. لقيت مين ده؟ لقيت ايه؟ ده اللي هو كام بقى؟ النص. النص ان ناقص كام؟ فهنا من تاني احنا خدنا مين اول بوزيشن؟ اخر بوزيشن بالشمال معايا اللي هو ترتيبه كان كام؟ ان ناقص 1. عشان احنا كنا بنعد كام؟ صفر مش كده؟ صفر 1 2 3 ما بنقولش هنا 8 بنقول كام؟ 7. يعني اللي هو ايه بقى؟ ايه ان ايه؟ ناقص 1. واصله؟ مضروب في كام؟ 2 تحديدا عشان الرادكس بتاعي في البرنامج سيستم بكام؟ 2. بس كام؟ 2 ناقص 1. وهدي له اشاره كام؟ خلاص كده يا رجاله؟ كده سالب كام دلوقتي؟ ما حصلته كام؟ سالب 128 لو كان بواحد او بصفر لو كان بايه؟ بصفر. في اي شيء؟ تمام. ما تبقى عندي من اول ايه نوت لجيت كام؟ لجيت ايه كام؟ 6 بلس 6. من اول ايه نوت لجيت كام؟ ان ناقص ناقص 2 ناقص 2 ايه ان ناقص 2 مش كده؟ ليه؟ عشان ده ايه ان ناقص 1. ناس رد عشان ده ايه؟ ايه ان ناقص 1. يبقى ده كام؟ ايه ان ناقص 2. يبقى السمشن بتاع من اول اي بيساوي كام؟ 0. لقيت ان بيساوي كام؟ 2. ليه؟ لان خدنا الثاني ده لوحده. ايه اشكاليه؟ يبقى ما بين الفصول دول هو السمشن ده صح؟ نبدا بقى من اليمين بقى زي ما احنا عايزين او نبدا بالشمال زي ما انت عايز. يبقى لو ضربنا من اليمين هيبقى صفر في ان اس كام؟ في 2 اس كام؟ صفر. بس صفر في كام؟ صفر. نكتبه ولا خلاص؟ خلاص. تمام. وده هيبقى كام؟ 1 في 2 اس كام؟ 1 في كام؟ 2. يبقى هنا في 2 4 وده كام؟ 4 وده؟ 8. 8 يبقى 4 زائد 8. طبعا المفروض الاثنين دول مع بعض بكام؟ ب 14. لو انت حفظت بقى ومش ايديك 0 1 1 معروف ان هو بكام؟ 14. ممكن تعملها بسرعه لكن نمشي وكاننا لسه بنتعلم. في اي اشكاليه؟ طيب ده بكام؟ بصفر اللي هو ب 16. بصفر ده بكام؟ هنا زائد كام يا حبايبي؟ 64. زائد اللي بعديه بكام؟ 64. ده حاجه ثانيه؟ لا. يبقى ده اللي هي ده. تمام؟ لو جمعنا تعالى نجمع مع بعض 4 و 8 12 و 2 14. 14 زائد 32 46. 46 زائد 64 100 وكام يا حبايبي؟ 111 110 100 وكام؟ 110 4 و 6 السالب 0 معنى 1 يبقى 5 و 6 بكام؟ 11 اللي هو 110. طيب اما نطرح 110 من ناقص 128 سالب كام؟ 18. يعني مشكلة كده؟ تعالى نقيم التجربة. احنا كان عندنا في الساين ماجنتيود كان خطا 3 اللي هم الفيت الاول يعني الحاجه الصعبه. اول حاجه الكومبليكست بتاع الامبلمنتيشن صح كده ولا غلط؟ صح صح. طب اصبح ايه دكتور دلوقتي الكومبليكست دي عالجناها احنا ازاي؟
اولا تعال نبص مع بعض وبالراحه. دلوقتي انا محتاج اعمل كومبارتور؟ لا. ليه؟ لان عندي الجوريزم بيعتمد على الانديكاري بس اني تيست الانديكاري. تمام حلو. الكومبارتور ده لجنه في اي مشكله؟ طيب انا عمليه الطرح اتحولت الى عمليه ايه؟ جمع. يبقى انا عايز ايه؟ دايره. اللي هي عندنا اسمها ايه؟ الجمع. بس مع تعديل طفيف هنشوفه مع بعض الان. في اي اشكاليه يا شباب؟ لا. عظيم. التعديل الطفيف ده اللي هو يتيح لي ان يمرر لي الصوره الموجبه او يمرر لي الصوره سلامه. في اي اشكاليه؟ عظيم جدا. يبقى اذا عندي كام دايره؟ دايره واحده. عوضا عن كام دايره؟ ثلاثه. كده انا عديت الازمه؟ ايوه. هو نفس ما اتفقنا عليه في الوزن كومبلمنت ان هو برضه عدى الازمه في الحتات. ابقيت على نجاحات ولا ما ابقيتش على نجاحات؟ ابقيت على نجاحات. كان عندي أزمة تانية في الساين ماجنتيود وفي الوانس كومبلمنت اللي هي وجود كام صورة للصفر؟ للصفر اللي هو سالب زيرو والموجب زيرو. هل عندي ده موجود هنا؟ أصبح الصورة الوحيدة لمين؟ للصفر اللي هي كلها إيه؟ أصفر. كانت كلها إيه؟ أصفر. في أي أزمة؟ عظيم جدا. طب عظيم جدا بعد ما خلصنا الحالتين عدينا من أي كام أزمة؟ أزمة دي. كانت مشكلتك مع دي إيه؟ إدمان عملية الجمع على كم مرحلة؟ في وجود الإيه؟ هنا تمت على كم مرحلة؟ على أربعة. في وجود الإنديكاتور؟ يبقى أنا خرجت من أزماتي معاه ولا لأ؟ وعليه تم اعتماد أسلوب التوس كومبلمنت في تمثيل الأرقام السالبة داخل الميكرو بروسيسور وداخل أي ديجيتال ماشين. أزمة كده تمام ولا تمام؟ عايز اقول لك في اوجه شبه ما بين الوانسكم والتوسكم والبنت والسكن. ايه هو اوجه التشابه ده يا دكتور؟ في السنة عند ماجنتيود دايما الرقم السالب كان بيبقى ايه يا جماعه؟ في خانة الساين ايه يا جماعه؟ واحد. كذا الحال في التوسكم والبنت. طبعا عندنا بقى بمثل التوسكم والرينج 8 بت. الناس اللي هي بتقول انا عايز امثل 900 400 500 بلا الرينج في التوسكم والبنت من صفر الرينج الموديل من صفر اثنين سن ناقص واحد ناقص واحد موديل الارقام الموجبه اللي انا ممكن امثلها ايا كان النمبر اوف ديجيت. في مثالنا عندنا خدنا 8 بت يبقى اقدر امثل من صفر في المثال ده يبقى من صفر الى اما اعوض هنا عن 8 يبقى 728 ناقص واحد يبقى الى موجب 27. ده اللي هو الارقام المجرده اللي هي البوستر نمبر. لو جيت استعرضها كبيناري هتلاقي الصفر تمثيله 8 اصفار بينما تمثيل ال 127 صفر و7 واحد. طبعا وما بينهما هيكون كالاتي يعني صفر بعد كده 1 0 0 0 فاهمين قصدي شباب؟ بعدين 2 اللي هو 0 1 0 0 فاهمين؟ ايوه كده بوصل لكام؟ 1 1 1 1 1 1 0 اللي هو كام؟ 127. لو بصيت هنا في الارقام الموجبه هتلاقي دوما وابدا الموست سيجنفكت بت منها يا شباب بصفر وده تتشابه مع مين؟ مع الساين اند ماجنتيود اللي هو كان في الساين ماجنتيود كان بيعتبر ان هنمثل الرقم الموجب بايه في ثلاث الساين بصفر. طيب الارقام السالبه تقدر تمثل من ناقص واحد الى ناقص ما تنساش ان هنا في ايه؟ ناقص 2 اس ان ناقص 1 فقط اجي يعني ايه؟ هتبقى كده طالما مش محتاج انا الكوس. يعني يا دكتور في الايت كومبلمنت في الايت ديجيت قصدي يبقى انا اقدر امثل من ناقص واحد الى ناقص 128. ناقص 100 كام يا جماعه؟ 128 اللي هو صورته بالشكل ده. الله مش محتاج اعمل المرقم اللي هو 6 اللي هو ناقص واحد اللي هو واحد 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 ده ناقص واحد. ليه يا دكتور الا خلاني ايه الرقم ده الخط ده قوي كل ده ناقص واحد؟ اقول لك طبق التوس كومبلمنت عليه كده هتنزل اول واحد زي ما ايه؟
زي ما هو وتحط وتحول الباقيين لايه الناقص كيلومتر هيبقى يساوي كام 1 0 0 0 0 0 كده برضه اللي هو ده ناقص كام يا جماعه ناقص 1 ده اللي هو ناقص ايه يا جماعه 1 الى ناقص 128 هتلاحظ معايا طبعا ناقص 128 اللي هو 1 و7 صفر واخد بالك لو طبقت القاعده دي اهي احنا ازاي نجيب الارقام الموجبه والسالبه فاكرين القاعده دي اللي انا الاخت الفاضله طبقتها اللي هي ناقص تي اللي هي ناقص 1 اهي اللي هي الاي ان ناقص 1 اضرب كام 2 اس ان ناقص 1 اللي هو كام 128 ناقص 1 في 128 في 128 ناقص 128 الباقي كله ايه؟ اصفار اللي هو الصوميشن ده هيبقى كله ايه يا جماعه؟ اصفار يبقى ده تمثيل الرقم كام يا حبايبي؟ ناقص 128 لو بصينا للارقام بتاعتنا بقى كذا الحال هتلاقي ايه يا جماعه؟ هتندرج من هنا لهنا هتلاحظوا هنا ان موست سيجنفكت بيت بكام يا شباب؟ دايما بكام يا شباب؟ واحد وده اوجه جبتها في بعض الاكزامبلز بتاعتي او في الاكزامز بتاعي كنت بقول لك ايه السيمتري التشابه بين الساين اند ماجنتيود والتوس كومبلمنت او اجل صوره في التشابه ما بينهم في ايه؟ تمثيل الرقم السالب. الساين اند ماجنتيود كان دايما الموست سيجنفكت بت زيرو دلاله على ان الرقم موجب و1 دلاله على ان الرقم سالب. كذا الحال هنا في التوس كومبلمنت انا استعرضت لك كل الارقام الموجبه وكل الارقام الايه؟ السالبه. دايما كل الارقام الموجبه هتبقى الموست سيجنفكت بت بتاعها برضه بكام؟ بصفر دلاله على انها موجب والارقام السالبه دايما هتبقى بكام؟ بواحد على دلاله انها الارقام ايه يا جماعه؟ سالبه. يبقى دي تأوجه التشابه، دي أوجه إيه يا جماعة؟ تشابه. طبعا أوجه الاختلاف كثيرة يعني. واضحة؟ في أوجه إيه يا جماعة؟ تشابه. دي واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة.